عليك البشير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في النبيين والمرسلين في كل وقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.